وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، حجم هائل من الدمار بمخيم جنين خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية، برأيك ما تأثير ذلك على سكان المخيم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة بهذا المخيم نفسه؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. شكرا يا فندم. بالتأكيد حجم الهائل للدمار الذي خلفه العدوان على مخيم جنين يعكس نية مسبقة لتدمير المخيم، نية مسبقة لإجبار سكان المخيم على طرده، لأنه في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل الحصار الذي تمارسه إسرائيل على السلطة الفلسطينية في الضفة، وفي ظل تراجع المعونات الدولية و يعني ميزانية المؤسسات المسؤولة عن مساعدة الشعب الفلسطيني مثل الأونروا وغيره، فمن غير المتوقع أن يعاد بناء ما تم تدميره خلال فترة يعني ليست قصيرة وإنما حتى متوسطة. هذا الدمار يحتاج إلى ربما عشرات الملايين من الدولارات لمعالجة كل ما حدث، البنية التحتية، الشوارع، عدد بناء البيوت التي تهدمت. وبالفعل كما تفضلت حضرتك، هذه العملية العسكرية كانت الأوسع للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 20 عاما. هل يؤشر ذلك على رغبة إسرائيل في بسط سيطرتها على الضفة الغربية أخذا في الاعتبار عملية التوسع في بناء المستوطنات؟ بالتأكيد، خاصة أنه مخيم جنين ليس يعني أو مدينة جنين ومحافظة جنين ليست مكانا تقليديا، ولكنها أولا معقل للمقاومة، ثانيا هي آخر محافظة فلسطينية في الضفة الغربية، وبعدها مناطق المثلث وهي المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 48، رغم أن سكانها يمثلون أغلبية عربية، وهناك تعاطف من سكان المثلث مع جنين، وبالتالي تفريغ المخيم، تفريغ المدينة، إجبار الناس على مغادرتها، يعني إنشاء يعني ما يشبه المنطقة العازلة أو الحجاب الحاجز بين مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ومناطق تحت السيطرة الفلسطينية، ولكنها تمثل خطورة على إسرائيل كما يرى صانع القرار الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني هي رسالة لكل المقاومين في كل الضفة أنه أي رصاصة تطلق من أي مخيم أو مدينة أو محافظة سيتم محوها. إسرائيل لم تدخل بالدبابات والطائرات والمدرعات في البداية، إسرائيل دخلت بجرافات عملاقة، جرافات هائلة دخلت، يعني هي دائما أستاذنا الفاضل تهدف إلى تدمير الحياة قبل أن تدخل لتقتل البشر. الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.